البطاقة الوقودية ما بين إصرار الوزارة على اعتمادها وما بين الرفض الشعبي لها من أبناء صلاح الدين. منذ نحو شهر والشارع مشغول بالبطاقة الوقودية التي لاقت رفض جميع الشرائح، حتى وصل الأمر إلى تهديد مجلس شيوخ العشائر بتنظيم تظاهرات في حال تطبيقها، وفعلا انطلقت شرارة هذه الاحتجاجات في ظل إصرار الوزارة عليها. طبعا صار أكثر من شهر وزارة النفط مصرة على البطاقة الوقودية في محافظة صلاح الدين. إحنا بصلاح الدين حتى كل العالم خليه يسمع، العراق الباقي المحافظة إحنا ما عندنا أزمة الحمد لله، والوضع مسيطر. إحنا عندنا مصفى بيجي يعني يمكن يعتبر أكبر مصفى في الشرق الأوسط أو في العراق يعني، فما نعرف شنو سبب إصرار وزارة النفط على هذا الموضوع. البطاقة الوقودية والتي أثبتت فشلها في المحافظات السابقة، اليوم المسؤولون في وزارة النفط يريدون تطبيقها في محافظة صلاح الدين، فأقول لهم هذه فاشلة، فاشلة بامتياز، ونحن لا نريد أن نضيف عبئاً آخر على المواطن الفقير. حكومة المحافظة ضمت صوتها إلى صوت المواطن بتوجيهها كتاب للوزارة رافضة فيه البطاقة الوقودية، ومؤكدة إنه لا توجد أزمة للوقود في المحافظة، مشيرة إلى إن إصدارها سيربك الشارع ويحدث أزمة جديدة. أما الوزارة فقد أكدت إن البطاقة ستكون من ضمن البرنامج الحكومي، والمواطن غير ملزم بالعمل بها. في البرنامج الحكومي من ضمنها أتمتة القطاع التوزيعي، ومن ضمن الأتمتة هو بناء قاعدة بيانات للوقوف على الاستهلاك الحقيقي في المحافظات. فكل ما هناك احنا جاي نبني قاعدة بيانات في جميع محافظات البلاد. قاعدة البيانات تبني على أساس صاحب المركبة، واحنا طبعا بالتعاون مع مديرية المرور العامة، وهذا الموضوع طبعا اختياري للمواطن، اللي يريد يسجل خليه يسجل، ما يسجل بعدين إذا يصير أكو إحكام للبطاقة وقودية في كافة المحافظات هو راح يتعب بعدين ويصير ازدحام على المنافذ بالتسجيل. اعتاد المواطن العراقي أن يدخل في أزمة ولا يخرج من سابقتها، لينطبق عليه قول الشاعر: إن حظي كدقيق فوق شوك نثروه، ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه، صعب الأمر عليهم قلت يا قوم اتركوه، إن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدوه. من صلاح الدين براكنعان، قناة الفلوجة.